أنا هربت من النمساوي ورجعت جبت العصافير لأني خايفة عليهم. أنا خايفة عليهم زي ما بخاف على حالي بخاف عليهم. زي ما أنا روح إنه روح بخاف عليهم. كان الطيران حايم يقصف وأنا ما حسيتش بالخوف لأنه بدي العصافير جيبه. أنا إلي نازحة من بيتي شهر كامل من نمساوي على المستشفى لأنه تهدد النمساوي. نزحت وجت على المستشفى بس عايشة طبعا عيشة ذل، يعني مش عيشة كويسة. الخبز بندور عليه من لقيش، ما في شيء، مش حياة، الحياة معدومة خالص. لما ضربوا خان يونس البلدية القديمة كانوا قاصفين وأنا بدورن على الأكل، ظليت ما رجعتش لدبرت لهم أكل وجيت، يعني مش تركيتهم، بروح بطعمين وبرجع. ما عنديش إلا العصافير والسلاحف، كان عندي صقر طار بس عندي العصافير والسلاحف بس. عندي سمك رحت تجيب الحوض السمك، بنتي ما خلتنيش، قالت لي تقيل ما تعملكش.